المناضلين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الحضور، تحية للمتعاقبين، تحية للفرع على الإنصات على التكبد على السفر. لا يسعني إلا أن أكون متمما لما جاء به الرفيق معبد في عرضه الشامل. سأبدأ من الإجابة عن سؤال: لماذا النضال من أجل حقوق الإنسان؟ لأن الإنسان عمر يطمح إلى عالم تتمتع فيه الجماعة ومن خلالها الفرد بالكرامة بعيدا عن الخوف والفقر. أيضا لما كان مطلوب الاستقرار والسلام يتطلب حفظ القانون على حماية حقوق الأفراد الفردية وحماية حقوق الجماعة، لكي لا يضطر الإنسان في الأخير إلى التمرد على الاستبداد والظلم حتى يصل في النهاية إلى أعمال همجية تؤذي الضمير الإنساني وتشوه التاريخ كالحربين العالميتين الأولى والثانية. يعني كل هذا بشكل كبير أدى إلى خلق إلى التفكير في خلق مشترك إنساني تتبناه كافة الشعوب والأمم، يتضمن ويضمن حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد وقدره، ويتخذ مبدأ المساواة كركيزة أساسية في صياغة هذا المشترك دون أخذ بالاعتبار لجنس أو لون أو قبيلة. فسنة هكذا جاء في سنة 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكونا من 29 بند، 29 مادة تضم الحقوق الأساسية المشتركة بين الأفراد كالمساواة والكرامة والحياة، حماية من التعذيب، عدم حط من الكرامة، المساواة أمام القانون بغض النظر عن المكانة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، الحق في المحاكمة العادلة عندما يتهم أحد الأفراد بجنحة أو جناية، فمن حقه بغض النظر عن الحكم النهائي أن يتمتع بجميع ظروف المحاكمة العادلة بغض النظر على طبيعة التهمة أو طبيعة الجناية، حرية التنقل، حق اللجوء السياسي بالنسبة للأفراد اللي تعاني من المضايقات، من المتابعات الصورية، من المحاكمات المفبركة بسبب آرائهم السياسية. هنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعطيهم الحق في اللجوء لدول أخرى من أجل العيش بأمان وإنسانية، حق التملك، حرية العقيدة، حرية الرأي والتعبير، الحق في الانتماء إلى الجمعيات سواء كانت هيئات سياسية أو هيئات ديال المجتمع المدني أو النقابية، حق المشاركة في تدبير الشؤون العامة للبلد. هنا كاين جوج ديال الحويجات، كاين الانتخابات وفيه المشاركة في اختيار الناس التي الأشخاص الذين سيدبرون الشأن العام من جهة، والترشح من أجل تدبير الشأن العام من جهة أخرى. وفي الشق الثاني كاين المساهمة في اختيار تلك اللجنة التي ستتكلف بصياغة الدستور يضمن الحقوق العامة، وذاك اللي على أساسه غادي تكون تصاغ القوانين والتنظيمية، يعني ومن بعد اختيار اللجنة كتجي المرحلة ديال التصويت بالقبول أو برفض ذاك المسودة ديال الدستور. الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الشغل، الحق في العناية الصحية، الحق في التعليم، الحق في اختيار نوع تربية الأولاد. في سنة 1966 جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كمكمل لما جاء في سنة 1948. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعني بتقنين العلاقة التي تربط الفرد بالدولة وما هي الحقوق الواجب على الدولة ضمانها للفرد من أجل أن يحيا بكرامة وأن يتمتع بالحرية المدنية والسياسية. وفي المادة الأولى منه جاء هذا العهد بحق الشعوب في تقرير مصيرها، حق في تقرير المصير يعني به المصير السياسي والمصير الاجتماعي والمصير الاقتصادي. يعني ما كاينش شي حد غادي يجي يفرض على شي دولة تكون على شكل من يفرض عليها شي نوع من انواع الحكم مثلا او شي نظام اقتصادي معين كما يقع الان. ما مجبرين نكونوا ليبراليين لان النظام العالمي يفرض علينا بعض الامور لاننا ضعفاء، لكن من حقنا نختار نكونوا اشتراكيين
عندكم اي شكل من اشكال التدبير الاقتصادي. كما نص العهد على تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بكل ما ورد في هذا العهد بدون تمييز، كما جرم كما اكد الحق في الحياه وجرم الاباده الجماعيه، جرم التعذيب والمعامله القاسيه وحتى الكرامه، اكد الحق في الامان وحق في المعامله التي تحترم الكرامه الاصيله في الشخص الانساني عندما يتعرض للاعتقال. الانسان بغض النظر على التهمه او الجريمه اللي ارتكب، عندما يعتقل له الحق في المعامله اللي كتحترم الكرامه الانسانيه ديالو. فإذن اللي دار اثناء اعتقاله يجب ان يعامل بالانسانيه. هذه من الاشياء التي اكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه. ايضا المساواه امام القضاء، حريه العقيده، حريه الراي والتعبير. هنا حريه الراي والتعبير ما كتعنيش فقط نخليوك تقول لي بغيتي، حريه الراي والتعبير تعني التكفل بضمان التعبير عن الراي المخالف. الناس اللي عندها راي مخالف للتوجه الرسمي تعبر على الراي ديالها في القنوات الرسميه، الاعلام الرسمي، الاعلام الرسمي الذي تستحوذ عليه الدوله والتوجهات السياسيه المواليه لها، من حق المعارضين ان يتكلموا فيه بحريه ويعبروا عن ارائهم المخالفه بدون خطوط حمراء، عكس ما يقع الان. تجريم الدعايه للحرب والدعوه الى الكراهيه والعنصريه الدينيه هو ما يقع، ما نراه الان في الدول العربيه بعد انتفاضه الشعوب اللي كانت في 2011، ما نراه الان من تدخل، فزعما لا يمكن ان نضعه الا في خانه تحريض الحروب والدعايه لها وتحريض الكراهيه، سواء كراهية الإنسان لأخي الإنسان أو الكراهية الدينية. ما تفعله مثلا السعودية في سوريا هذا تحريض الكراهية الدينية. نجي الشيعة مع السنة ونستغل داك الشيء اللي وقع تما فينا، باش يعني ما يقع في العالم الآن من دول تدعي أنها صاحبة السبق في الدفاع عن حقوق الإنسان، ما يقع الآن في دول أخرى بسببها يضرب كل هاد حق في التجمع السلمي. المشكل في هذا الحق هذا هو ان كنجيو كنلقاو في